هناك مطالبة بفتح ملفات والتدقيق في ممتلكات ومكتسبات بعض النقابين اللي ظهر عليهم ثراء، خلينا نقولوا شنو رأيك؟ مطلوب ومنهم سي ومنهم جماعته ومنهم برشا جماعة فهمني كانوا ما يكسبوا حتى شيء ولا تو فهمني لاباس عليهم ويركبوا في كراهب من طراز رفيع وعندهم ممتلكات وعندهم هناشر وعندهم من أين لك هذا كله فهمت؟ يلزم يتحاسبوا، فما ملفات هذه يلزم تتحل والناس كل تتحاسب، حتى واحد ما على راسه ريشة، والناس كل كيف الناس كل يلزم تتحاسب. يبدأوا بالقيادات الكبار، هذا هو يلزم الدوسيات الكل تتحل وما فهم الناس كل كيف يلزم اللي يعمل يتحاسب هكاهو. أكيد محاسبة تشمل الناس كل كي ما كما يقول ما عندهم مش على ريوس مريشة، تشمل كل أني خويا وغدوة يخدم معايا يا ثم شبهة فساد فيه تحل عليه ملف، مثل ما هذه ما يتحلش. تو أنت تجبد الموضوع هذا على النقابات على خاطر داير المؤني يخدم في المطار، تجبد الموضوع نتاع الشهادة المدلسة وكذا، يلزمك كي مش ترجع كلها مضروبة، راهي تونس كلها مضروبة، راهي يلزم تحل، أما شوية صبر شوية وقت، أما يلزم المحاسبة. حاجة باهية، حاجة تفرح ياسر، وبار حتى النقابيين وبار حتى ثم برشا عندهم ثراء هنا في تونس طريقة غير مشروعة، والحاجات هذيا كلها كانت مقبومة، والسيد الرئيس تويك قيس سعيد قاعد يخدم في خدمة نظيفة وإن شاء الله ربي يوصله أختي، هذا اش طالبين نحن؟ طالبين حد شيء. اما بالحق ثم برشا ملفات اذا ما تتفتح في العباد هذي اللي عندها برشا ثراء، هذيك ثم فلوس نتاع ناس، نتاع برشا ناس، برشا 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 نقابات برشا، ان شاء الله ربي يفرج علينا في البلاد هذي. النقابات من اللي بدات الدنيا من اول حزب تعمل في تونس اليوم من هذا يدخل من لهم شجع، من بعد يذبل يولي يخمم في مصلحته، يقول لك انا نجيب بروفيت في الظرف اللي انا فيه، وبعد يعمل له دل وهكذا دوله، كذا نجيب بروفيت وهذاك نجيب بروفيت، وشكون يخلص في الفاتوره؟ الزوال. تو مواطن بالخارج ينجم مسكين يشري كيلو لحم، واللي لهنا ايش يعمل؟ يقعد يفرش فيه؟ هذايا منين جا من لا موفيز جيستيون اللي العباد بالحق لهنا اللي تحكم في البلاد هذيا، معناها يخموا كان في رواحهم، لكن جاو يخموا بعقليه المصلحه العامه، رانا ما نصلوش لحالتنا هذي. تو انت تنجم تجي تقول لي وينو؟ على الاتحاد وينو؟ شكون اللي عمل؟ شكون اللي دخل؟ ما نسميوش نحن العباد، اما هو شكون اللي دخلهم في البوروت؟ وشكون اللي حل المطار والتونسير ولا الشركات؟ وشكون العباد هذيك ما عندها حتى شيء، العباد هذيك عندها البوفوار، كانت هو يجيب لهم عباد عندهم خاخ، والعباد هذيك تخدم خاخ وهما يمشيوا بالبوفوار اللي عندهم. العباد الاخرين اللي علينا في ذكر اساميهم هما تو الناس الكل يعرفوهم في تونس، عادي الاخر جدا كي يجي تليفون يقول له يا سي فلان انا عندي وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، عادي جدا شي دخل له هو عادي. وينو شي متحاسبش؟ وينو تاع الاتحاد واللي قبله؟ وينو تاع الاتحاد اللي عامل الشغل؟ الناس كانوا تحت الصفر تولوا فهمني من الاثرياء للاثرياء، يلزم الناس كل تتحاسب، ما فماش حتى واحد، الدوسيات الكل ويتحاسبوا زاد باريتاب بالواحد بالواحد، الكبارات اللي كانوا ما عندهم حتى شيء تولوا الناس كل عندها ولاو تو فهمني من الناس الكبارات جمله في البلاد، يلزمهم يتحاسبوا اللعبه هذا هو فهمتني. يفهم برشا الناس يقول لك النقابيين يقريوا في ولادهم في الخارج يتمتعوا بممتلكات كبيره، منين ليهم؟ اي منين هذا الكل؟ تو انسان اللي هو تو انسان زوالي، وكيفاش يقري ولده في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا ويبعث له في الفلوس هنا بالملايين، يبعث له في كل شهر يبعث له باش يخلصوا غادي ويسكن في احسن اوتيل غادي في الخارج فهمني. هذا الكل منين؟ هذا الكل ما هذا الكل فهمني، فما فساد يلزمها الحاجه هذه يلزمها تتقص. هذه السؤال سهل برشا نحلوا عليه الكتاب، شنو قالك؟ قالك من اين لك هذا؟ اي سيدي نقابي ولا اي موظف، مش كان نقابي، اي موظف يتقاضى في 2000 دينار، نلقى عنده مرته كاسبه عشان ابارتمون في اللاك، ولده عنده كهرباء كذا، حاسبه سهله برشا. نقابي هذه ريت الكهرباء ولا 134 كهرباء نتاع فوق 150 مليون، نعمل اني سيستيم ابليكاسيون في السيرفيس دي مين، كي نلقى كهرباء 150 مليون شكون كاسبها؟ نلقاها موظف نحل عليه الكتاب، منين جبت 150 مليون؟ عندك بري وريني، عندك ارض بعتها وريني، سهله راهي المحاسبه. اما ثم العزيمه نحاسبوا نحاسبوش، نحبوا نحاسب نحبوش نحاسب، اما كان حاسبوا تو 80% تو تشد الكل كان 9 فافرين وين ماشي 9 فافرين. للاسف ما برشا ناس اليوم يقول لك هاو زميلي نقابي قري حتى في ولاده في الخارج، اموره الماديه متيسره، بار كونتر انا نخدم زاده ونقابي الا اني مش قاعد نتحصل معناها. باهي هذايا لو يقري في ذراريه في البر حل عليه الكتاب،
سهله برشا. هي تورينا شنو يكسب يا ودي. اسمع علاش ايش نقول لك سهله برشا؟ علاش احنا ما نحبوش ندخلوا في العول وما نحبوش نعملوا كل شيء نخدموا بال كيما نقولوا بالابليكاسيون بالسيستم باش نخليه تراس تاع سرقه. كل شيء ورقه، جيب لي ورقه جيب لي ورقه باش نجم نسرق نجبد هذه. حط بار ابليكاسيون دخل له كل شيء في السيستم تو ما عادش حتى حد يهرب. محلاه التكنولوجيا، العلم محلاه، الكمبيوتر محلاه، الذكاء الاصطناعي محلاه. اما احنا ما نحبوش نطبقوه باش نجمو نسرقوا تو سامبلومون. ما نجموش. هو اني موظف نخدم عندي 30 عام نخدم، سهله برشا. انت كوزاره تحب ترقي واحد في خدمتك، خذ موظف عنده 30 عام ما عندوش نهار كيستيونير، ما عندوش غيابات، ما سرقش، حطه هذاك ما عادش تخاف عليه. عملت 30 عام سون فوت، حطه هو يشد مسؤول راه. رقيه ما تجيبش واحد اخر باراشوتي. راه باش يجيك باراشوتي من برا باش يدخل نتاعه وباش يدخل نتاعه، يقول لك نخدم هالعوايم 6 شهور ندبر راسي اني، ومن بعد بيلوت فسخ عاود تجيب واحد مش مشكل. الناس هذوما تحكي عليهم ولوا اغنياء في بين عشية وضحاها. سهله جدا، وكني ونوكلك وكني ونوكلك، واللي يخدم كليكات هذا كليك بتاع هذا يتمس وذاك يدور عليك باش تعرف انت الحقيقه. يجي للمناطق الشعبيه وشوف فيهم كيفاش عايشين مساكن. انت راك في العاصمه شوف الحاله اللي فينا احنا فيها. بطاله ما قلتوا عندنا برشا بطاله، كان جاوب دارين وعندهم قرارات عطيه برويته ومصلحه وكذا وخدموا شق ويدنوا المادات ونظفوا الكاغت ونظفوا هذه ونظفوا هذه. تشوف بلادنا كيفاش تولي يغزر. انا في العاصمه كدور العواصم الاخرى الاوروبيه وغير، واحد يبكي على بلاده يبكي. علاش؟ على خاطر الناس هذوك تخاف على بلادها. ويقول لك انا ما غير شعبويه وشكون يحب تونس، كلهم يكذب. تحب بصراحه يكذب وينافقوا فينا لمصالحهم الخاصه. والناس اللي عبت الفلوس اختي الغاليه فهمتني، استغلوا في اللي بوفوار نتاعهم، واللي استغل في البوفوار نتاعو لمصلحته الخاصه راهي البلاد ماشيه التالي لسه القدام. ولا نوصلوا نخموا على بعضنا، لا نوصلوا نطفوا عقلتنا، لا نوصلوا نحترموا بعضنا ونخموا على بعضنا. شوف البلاد كيفاش تولي، راهي تونس فيها الخير تسبع. ما اللي تتصور انت في بالك؟ ما اللي تتصوري في بالك؟ انا نحكي لك نعيش برا ونجم نحكم. كاين واحد في تياترو يتفرج في مسرحيه قدامه ينجم يحكم. خلي فما بالك مسكين في وسط المسرحيه ما ينجمش يحكم خاطر منا ومنا. فلذا اختي الغاليه باش اذا كانت تحب نتقدموا بالنقابات وبكل شيء يخدموا بصراحه، ويلزم يلزم برشا مراقبه عليهم الناس الكل. في اعتقادك علاش بعض النقابين يبدا مبجل في الخدمه نتاعو، مثلا ما يخدمش كيما زملائه، الامتيازات يكون هو مبجل فيها، علاش؟ علاش؟ على خاطر هذا السيناريو نتاع قبل في عهد بن علي نتاع التجمع يتعاود مع النقابات. هذا عنده رخصه نقابي، هذا العارف العارف يولي يخاف يخاف، هذا تبع النقاب. خوف خوف، احنا التونسي مزروع فينا الخوف. قبل في عهد بن علي يقولون عنده بن علي تقريبا 200 الف بوليسي، اور ما ثماش 200 الف بوليسي. تزرع في البشر في التونسي الخوف، يبدا يمشي يخاف يغزر الحيط يقول بلاش بوليسي هذاك. النقابه العارف انت تو هذا ما يجيش في وقته وما يخدمش في وقته، علاش ما تقومش الاجراءات اللازمه معاه؟ علاش تعاقبوش؟ سايب عليه تو عمل لي ديجاج تو يلم لي قاعدك الخوف. المسؤول ضعيف راه هذوكم عرفوا ثنية عرفوا ترو. انا هو ترو اللي تعديوا منه هما باش يعملوا الفلوس. سي نورمال اخي، سي نورمال. وكي يعرف برشا ثنية كي يجي برشا حكايات يدخلوا فيها هما. هما داموا نقابي، نحن كي نقولوا نقابه، نقابه راهي تنوب فرع كامل، والفرع هذاك هو يعرف شنية التروات اللي فيه الكل. سي نورمال باش يعمل برشا فلوس، عادي جدا عادي. تلقى زميله مازال عنده 20 سنه خدمه ما عملش دار ملك، وهو عنده 5 6 سنين خدمه. شوف شنو عنده، عنده سياره تعمل 200 مليون وعنده دار وعنده انشين وعنده برشا فلوس. اللي نعرفوه انه دور النقابي هو اجتماعي بحت، يدافع على حقوق الطبقه الشغيله، يعني يستحفظ لهم على فلوسهم، واذا كان هما مستحقين بيان سور يقفلهم ويرجع لهم حقوقهم. اختي العزيزه هذه الكل مسرحيه، راهي هذه الكل مسرحيه ما فماش منها الحكايه هذه. راهي الكل هو يحب الخدام النور، يحب كان روح وكهو يحب روح وهو ام الخدام ما يهموش فيه جمله واحده. هاك تشوف انت فما ناس تاخذ في 200 دينار روتريت، شنو هو هذا باش يتكلم عليه؟ هو يلقى هو الفلوس باش يتكلم على الزوالي؟ ما يهموش، هو ما يهموش حتى شيء، هو يهمه كان روحه وكهو. فهمت اختي؟ هذا هو يلزم الناس هذه تتحاسب بصراحه، ما نكذبش عليك. لكن هذا شعار نسمعوه ديما، شعار النقابات انهم يدافعوا على حقوق الطبقه الشغيله. ماهوش صحيح هذا الكل، ماهوش صحيح. ما يدافعوش على، يدافعوا كان على ارواحهم الكبارات اختي العزيزه فهمني. ما يدافعوش على الزوالي، الزوالي ديما تحت الصفر. هيك تشوف الزوالي ديما هاو قريب باش يطلب. الزوالي يطلب مش قريب باش يطلب، الزوالي باش يطلب تو يطلب ولا يطلب. وهما ما يهمهم حتى شيء، هما ما يهمهم، هما حاجتهم هما، هما حاجتهم هما
يبدو هم متفرهدين وما يهموش الزوالي، ما يهموش يموت ما يهموش. مش قايمين بواجبهم مع منظوريهم؟ جملة ما مش قايمين، قايمين كان برواحهم وقايمين بوليداتهم وأكهو. حسب رأيك طيلة السنوات اللي تعديت، علاش ما فسارش تدقيق؟ علاش ما تمش فتح ملفات نتاع النقابيين اللي فما برشا منهم اتهموا بالفساد، اتهموا بالاختلاس؟ يا رب يخبوا على بعضهم. انا باش انا عندي بيك معك مصلحه، ونعرفك انت عملتك الحاجات هذيك مش في بلاصتها، ونعرف لينا وراك مصلحه باش نبيعك باش ندور عليك، بنحاول نغطي عليك لو ماكسيموم. هاي سيدي هاو جات النهضه اش عملت، هاو جا اللي قبل النهضه اش عمل، هاو في عهد الزين قالوا كانوا يشكوا يبكوا، هاو سيدي مشى الزين، هاو اللي يا ريت يرجع لنا الزين. يعني حقبه تسيك في حقبه، تقول هاي يا سيدي انا باش تحسنوا باش تقدموا، الا ولا الامور تتعكر اكثر ما اكثر. نحن 12 مليون راهو 12 مليون كان جات عند الناس بالحق خم في البلاد، يسكنوا في نهج واحد يعمل لهم منهم 100 عماره ب 100 ايتاج منهم ب 100 عماره يسكن تسكنتو، الباقي كلها متنزهات ونظافه وكل شيء. شوف انت سكان القاهره فهم 30 مليون مرتين ونص عدد سكان تونس، رغم يعيشوا في ظروف ولكن بلادهم نظيفه، يبنيوا ما عندناش لا مواصلات في المستوى، لا عندنا طرقات في المستوى، ما عندنا حد شيء في المستوى. هذا يكون الناتج على شنو؟ على العقليه المريضه اللي عندنا، فهمتني؟ لو نطفى عقليتنا تو شوف كيفاش وقت نولوا. هل تقول لي نقابات وكل شيء الناس كل تخدم في مصالحها والناس كلها اون كليك كات يخدموا وكلهم، فهمتني؟ نفسي راح نبدل. البلاد هذيا يخمم عليها بالحق كانك الزوالي اللي هو يعرف كي يمشي يهز الخوفه ويمشي ياخذ يعرف 50 درهم تعملوا حد شيء.